أول هذه الأسباب وأهم هذه الأسباب الإعداد. أي إنسان يريد أمر لابد أن يعد له. الذي يريد أن يبني بيتا أول شيء يعد الأرضية التي يبنى عليها البيت، ثم يعد ما يبنى به البيت. الذي يريد أن يلبس ثوبا أو أن يخيط ثيابا لابد الأول يشوف الأسباب، الإعداد لما يريد. والله عز وجل أمر هذه الأمة بالإعداد، قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. ولكن نحن لما بنسمع هذه الآية بينصرف الذهن إلى الإعداد الحربي فقط، إلى إعداد العتاد، وهذا موجود ومنصوص عليه في الآية، ولكن توجد مرحلة قبل مرحلة إعداد العتاد اللي هو إعداد من يحمل هذا العتاد، إعداد الرجال، إعداد السواعد، إعداد القلوب المؤمنة، المؤمنة بهذه القضية التي تبذل نفسها من أجلها. وهذا الذي بدأه رسول الله وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدائما احنا أمة مأمورة بالاتباع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولا يوجد شيء في أمر الدنيا أو الدين أنت تريد فيه قدوة أو أسوة ولا تجد ذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سلم، حرب، صلح، معاهدة، انفاق، صيام، زواج، طلاق. النبي زوج وتزوج وطلق عليه الصلاة والسلام، وتزوج في بيته وتزوج في بيت زوجته وتزوج، وهكذا كل صور الزواج قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.